لمسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض. في رواية أبي داود إن الله زوى لي الأرض أو قال إن ربي زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي منها. قال ما زوي لي منها. من هنا إن قلنا للتبعيض فيكون فيه دلالة على أن ملك هذه الأمة ظاهر في المشرق والمغرب. ولذا قال الخطابي رحمه الله وقد توهم البعض فظن أن من هنا للتبعيض. وكيف تكون للتبعيض وقد جمع في صدر الحديث فقال إن الله زوى لي الأرض فتكون هناك معارضة. وهذا التوهم يزول حينما تعرف أن من للتفصيل. سيبلغ ما زوي لي منها بمعنى أن الملك سيحصل جزءا جزءا إلى أن يتكامل. وهذا الكلام يؤيد ماذا؟ يؤيد ما احتملناه من أن الفتوحات شاملة أو أن الملك شامل لجميع الأرض.